السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بعد أن اشتغلنا في حصص سابقة على مجزوءة مناهج نقدية في منهجيها سواء الاجتماعي أو البنيوي، وبعد أن اشتغلنا أيضا على نموذج تطبيقي، نموذج امتحان في المنهج الاجتماعي، وتعرفنا على مراحل تحليله وسلم تنقيطه وفق الإطار المرجعي لسنة ثانية بكالوريا شعبتي الآداب والعلوم الإنسانية، حصتنا لليوم هي نموذج امتحان في مجزوءة المناهج ولكن في المنهج البنيوي. سوف نبدأ أولا بقراءة النص، تتبعوا معي. بنية التقابل. قال الشاعر كعب بن سعد الغنوي: أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب، هو العسل الماذي حلما ونائلا وليث إذا يلقى العدو غضوب. إذا تأملنا البيتين من خلال التحليل البنيوي، بدي لنا وحدة تعبيرية ذات خصائص بنيوية متجانسة. فالناظر للبيت الأول، أول ما يلاحظه أنه ابتدأ بتكرار عبارة أخي، وهي عبارة تحدد نوعية العلاقة بين المتكلم بالقصيد وموضوع الكلام. وقد فصل بين أخي الأولى وأخي الثانية بالأداة ما، وهي أداة استفهامية تعجبية تستعمل في مثل هذا الموطن للتضخيم. ويلاحظ أيضا أن البيت الأول يتضمن تكرارا آخر، وهو تكرار أداة نفي لا، وقد نفت هذه الأداة في الصدر اسم الفاعل فاحش من فعل فحش أي شد قبحه، ونفت في العجز صفة مشبهة من فعل لازم ورع من معاني ورع الجبن والضعف. وقد أنهى الشاعر بيته الأول بهيوب، وهي صيغة مبالغة من هابة جاءت على وزن فعول، ثم هي في صلة دلالة بورع لإحالتهما معا على شبكة من العلاقات الدلالية التي تعنى بالخوف والجبن. وإن أول ما يسرع الانتباه في البيت الثاني أنه يقابل البيت الأول أي يعاكس ذلك، أنه استهل بإثبات في حين قام البيت الأول على النفي، حيث عرف الشاعر موضوع قصيدته في الصدر باسم العسل، وهو اسم رمزي تحف به دلالات ثانوية كثيرة، كما قيده بصفة تنزع به إلى أقصى الجودة، فالماذي هو العسل الأبيض الرقيق الخالص. ثم أضاف تكملة معنوية تزكي الصفة السابقة نائلا حلما. أما عجز البيت الثاني فهو أيضا تضمن رمزا، فالليث اسم من أسماء الأسد، وبالتالي يحمل دلالة تقابل معاني الحلم والرقة كما وردت في الصدر، بل تعكس معاني القوة والشدة. وبالتالي نقف على التقابل الدلالي بين مكونات البيت الثاني من صدر وعجز، فالحلم يقابل معنى الغضب، شأنه في ذلك شأن البيت الأول فاحش تعكس معاني ورع وهيوب، أو تعاكس معنى ورع وهيوب، وهي كلها تقابلات من شأنها الكشف عن رمزية شجاعة وقوة وحلم ماثي. هذا النص للناقد البنيوي المعروف حسين الواد في مؤلفه في مناهج الدراسات الأدبية. ننتقل الآن إلى الأسئلة المرافقة لهذا النص في مكون النصوص، والتي غالبا ما تطرح إن كان النص نظريا أو نصا في مجزوءة المناهج. اكتب موضوعا إنشائيا وفق تصميم منهجي متكامل ومنسجم، وانتبه عزيزي التلميذ على أن دائما تكون مطالب بتصميم منهجي متكامل ومنسجم تحلل فيه هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية. وهنا نقصد أنك مطالب باستثمار ما اكتسبته في مكون اللغة من دروس، أو في مكون تعبير الإنشاء من منهجية تحليل النصوص سواء كانت شعرية أو كانت نثرية أو كانت نقدية. ومسترشدا بما يأتي، هنا مجموعة من المطالب التي تساعدك على ضبط منهجية التحليل.
تأطير النص ضمن المناهج النقدية الحديثة وصياغة فرضية لقراءته، تحديد القضية المحورية التي يطرحها النص وجرد أهم العناصر المكونة لها، استخراج المصطلحات النقدية البنيوية الموظفة في التحليل، تحديد الخطوات المنهجية المتبعة في هذا النص، وكمرحلة أخيرة في التحليل صياغة خلاصة تركيبية لنتائج التحليل مع مناقشة القضية المحورية للنص وإبداء الرأي الشخصي. وقد تعرفنا على هذه الأسئلة عندما اشتغلنا على نموذج امتحان في المنهج البنيوي. أعزائي التلاميذ، قبل أن نشرع في تحليل النص لا بأس أن نقف على مجموعة من التوضيحات التي من شأنها أن تساعدكم على أن تتبعوا ما هي النص قيد الامتحان. القصيدة أو المتن الذي اختاره الناقد هو متن شعري، عبارة عن مرثية، أي غرض القصيدة كان هو الرثاء، يرثي فيها الشاعر أخاه المغوار الذي قتل في إحدى المعارك بقبيلة بني يعصر، وقد كان يتميز بسمات مثل الجود والكرم والشجاعة. وقد قدمنا بعض الشروحات المساعدة مثل الورع والجبان، المذي والعسل الأبيض، وهيوب والإنسان كثير الخوف، نائل هو الإنسان كثير العطاء، ثم غضوب هو الإنسان شديد الغضب. وهذه الشروح موجودة في شرح الأصمعيات. فيما يخص خطوات التحليل، قبل أن ننتقل إلى التحليل المنهجي لابد أن أذكركم أعزائي التلاميذ بالخطوات المطالبة وفق الإطار المرجعي للسنة الثانية بكالوريا بشعبتي الآداب والعلوم الإنسانية. التحليل دائما ينقسم إلى ثلاث مراحل كبرى، هي المقدمة ثم العرض ثم الخاتمة. فيما يخص المقدمة تستأثر بنقطتين، وتنقسم إلى تأطير النص ضمن المناهج النقدية أي تعريف المنهج البنيوي، ثم طرح الإشكال، ثم بناء الفرضية، وعندما نقول الفرضية نقول المؤشرات النصية. عندما ننتقل إلى العرض ويختص بثماني نقط، فهو يعرف مرحلتين يجب أن تنتبهوا لها جيدا. الفهم نقطتان، في تحديد القضية المحورية للنص وتوزيعها إلى قضايا جزئية، أي قراءة النص جيدا وتلخيص مضامينه النقدية. عندما نصل إلى التحليل يجب أن نحترم الخطوات الآتية لأنها ملازمة للإطار المرجعي. تحديد الإطار المرجعي للنص هو نص في المنهج البنيوي، وبالتالي أنتم مطالبون بأن تقفوا على ذلك الإطار المرجعي من خلال النص قيد الامتحان. ثم الكشف عن طرائق العرض. ما معنى طرائق العرض أعزائي التلاميذ؟ هو البناء الحجاجي للنص أولا، ثم الأساليب الاستدلالية ثانيا. عندما نقول البناء الحجاجي للنص فنحن نقصد به هل هو بناء حجاجي استنباطي من العام إلى الخاص، أم هو بناء حجاجي استقرائي من الخاص إلى العام. وعندما نقول الأساليب الاستدلالية فنقصد بها الوصف، التعريف، التفسير، المقارنة، الاستشهاد إلى غير ذلك. بعد ذلك نقف على المفاهيم والمصطلحات النقدية البنيوية المعتمدة في النص، والنص بنيوي فوظفت كثيرا لفظة اللغة، بنية، نسق، نظام، وبالتالي يجب أن نستخرج مجموعة من المصطلحات التي تدل على أن النص ينتمي إلى مجزوءات المناهج في شقها الثاني المنهج البنيوي. ثم أن نستخرج مظاهر الاتساق والانسجام، وهي خطوة أساسية أعزائي التلاميذ. لماذا؟ لأنكم أخذتموها أو تعرفتم عليها كدرس لغوي في هذه السنة، وبالتالي أنتم مطالبون بتحليل النص حتى من خلال مظاهر اتساقه وانسجامه. ثم نوعية اللغة الموظفة في النص. بعد ذلك ننتقل إلى آخر مرحلة التي تختص بأربع نقط، ويجب أن تعطوها الأهمية الكافية لأنها أكثر من المقدمة. فيها تلخيص معطيات النص من فهم وتحليل نقطتان، ثم يبدأ الرأي الشخصي في الموضوع، يعني هل التلميذ وصل إلى أن هذا النص قد امتثل فعلا إلى خصائص خطاب بنيوي أو لا. بعد أن تعرفنا بعجالة على أهم خطوات التحليل وفق الإطار المرجعي للسنة الثانية بكالوريا شعبتي الآداب والعلوم الإنسانية، سنشرع الآن في تحليل النص تحليلا منهجيا وفق مقدمة وعرض وخاتمة. حاولوا أن تركزوا معي فيما سأقرأ الآن وما سأقدمه من شروحات. المقدمة: إن المنهج البنيوي عكس باقي المناهج الخارجية لا يهتم بالعلاقات والسياقات الخارجية للنص، بل هو منهج نقدي
يركز على بنية هذا النص باعتباره نسقا لغويا متكاملا من حيث بنيته اللغوية واتساقه الفني والرمزي، وبذلك يكون هذا المنهج يهدف أساسا إلى تقديم قراءة علمية للنص الأدبي من خلال لغته التي تعتبر وسيلة للتعبير الأدبي. وبالتالي يتعامل هذا المنهج مع اللغة الأدبية على أنها نسق من العلامات، ويبحث في علاقتها بالعناصر النصية قصد الكشف عن الوحدة الكلية للعمل. ولهذا المنهج طرائقه الخاصة في اكتشاف أدبية النص الأدبي باعتباره وحدة مستقلة من خلال تفكيك مستوياتها المختلفة: الصوتي، الصرفي، التركيبي، الدلالي، ثم الرمزي. ومن بين أعلام النقد البنيوي غربا جيرار جينيت، رولان بارت، وتودوروف. إذن هنا انتقلنا من تأطير عام للمنهج البنيوي إلى ذكر أهم أعلامه، وهي خطوات صياغة المقدمة. وبفضل الانفتاح الثقافي بين الغرب والعرب في مجال الدراسات النقدية، تبنى مجموعة من النقاد العرب مبادئ المنهج البنيوي في مقاربتهم للنصوص الأدبية، مثلا كمال أبو ديب، يمنى العيد، سعيد يقطين، محمد مفتاح، وحسين الواد صاحب هذا النص الذي بين أيدينا والحامل لعنوان، يعني تشيرون إلى العنوان في المقدمة، بنية التقابل المقتبس من مؤلفه في مناهج دراسات أدبية، وذكرنا مصدر النص. ومن خلال عنوان النص الذي هو بنية التقابل الذي يعكس جوهر المنهج البنيوي من خلال لفظة البنية، يعني قمنا بشرح العنوان، وكذلك المؤشرات النصية، نفترض أننا إزاء نص تطبيقي لهذا المنهج على قصيدة شعرية. يعني عزيزي التلميذ، قبل أن تطرح الإشكال في المقدمة أنت مطالب بأن تقدم فرضية لهذا النص. وكيف نحصل على الفرضية؟ عن طريق المؤشرات النصية التي بدايتها العنوان، ثم قراءة مطلع النص وجزء من وسطه، ثم المقطع الأخير، وأن تفترض فرضية قد تتأكد صحتها بعد أن نقرأ هذا النص. فيما يخص الإشكال الأول، ما هي القضية الجوهرية التي يعالجها هذا النص؟ عندما نكون بصدد دراسة نص نظري أو نص نقدي، لا نطرح سؤال ما هو المضمون، نقول ما هي القضية النقدية أو القضية الأدبية أو القضية الجوهرية التي يطرحها النص. والسؤال الثاني، بما أنه نص نقدي فنطرح إشكال، ما هي الخصائص الحجاجية اللغوية الأسلوبية التي تؤكد على أن هذا النص يندرج ضمن مجزوءة المناهج في المنهج البنيوي؟ نصل إلى العرض، والعرض في مستواه الأول الفهم. اتخذ الناقد قصيدة الشاعر كعب بن سعد الغنوي متنا لدراسته، فنعرف على أن المتن الذي سيدرسه الناقد البنيوي كان عبارة عن مقطع من قصيدة شعرية، مستهلا هذه الدراسة بالتأكيد على أن البيتين الشعريين وحدة تعبيرية ذات خصائص متجانسة من منظور التحليل البنيوي. وبالتالي الناقد كشف منذ مطلع نصه على أنه سيعتمد آلية التحليل البنيوي، ولهذا فهو كشف منذ بداية نصه عن الإطار النقدي الذي تبناه لتحليل متنه الشعري، وهو ما جعله يفكك البيتين الشعريين إلى بعض مستويات التحليل البنيوي باعتبارهما بنية لغوية ذات مستويات نسقية، نقصد بالمستويات التي تعرفنا عليها في الإطار النظري. بغية الكشف، أي ما هي وظيفة هذه المستويات النسقية؟ هي الكشف عن التقابلات المضمنة فيها، لأن عنوان النص هو بنية التقابل، وبالتالي الناقد البنيوي وظيفته دراسة البنى النصية لهذين البيتين الشعريين قصد استخراج التقابلات الدلالية. والمتأمل للنص جيدا سيجد أنه ارتكز على مستويات بنيوية. هي فيما يخص المستوى الأول فهو المستوى التركيبي، أي ليس بالضرورة أن تجد في تحليل تطبيقي للمنهج البنيوي جميع المستويات محللة، فالمستوى الأول هو المستوى التركيبي. تناول فيه الناقد طبيعة الجمل الإسمية، حيث ابتدأ الشاعر بلفظة أخي في البيت الأول والضمير هو في البيت الثاني، كما ركز الناقد على مجموعة من الأدوات التي ميزت تلك الجمل، مثل ما، والذي قال أن أداة استفهامية تعجبية،
ولا باعتبارها أداة نفي، وهو بذلك يحاول الكشف عن البنية التركيبية الرابطة بين أجزاء البيت الشعري. حينما انتقل إلى المستوى الصرفي، يرى الناقد في هذا المحور بنية الكلمة وصياغها من خلال البحث عن وزنها. ففي البيت الأول وقف صاحب النص على مجموعة من الأوزان مثل هيوب صيغة مبالغة، غضوب على وزن فاعل، ثم فاحش اسم فاعل. عندما وصل الناقد إلى المستوى المعجمي، فوقف على معاني الألفاظ واشتقاقاتها المعجمية مثل فعل يعني فحش شد قبحه، ورع هو الخوف، الورع هو الخوف، المذي هو العسل الأبيض، من معاني الورع الجبن والضعف، وهي كلها أمثلة استخرجناها من النص. وبالتالي كشف الناقد عن البنية الدلالية للألفاظ المكونة للبيتين. حينما وصل إلى المستوى الرمزي، في هذا المستوى تعامل الناقد مع متنه الشعري أي البيتين الشعريين باعتبارهما نظاما من الرموز اللغوية، وبالتالي كشف عن رمزية متنه المتمثل في رمزية القوة والشجاعة. إذا انتقلنا الآن إلى التحليل بعد أن انتهينا من مرحلة الفهم، معنى ماذا نشتغل في الفهم؟ على استخراج القضية الجوهرية للنص ثم التفصيل في قضاياها الجزئية. الآن نصل إلى التحليل وهو أهم جزء في العرض. في التحليل نقف على مجموعة من الخطوات سبق أن أشرنا إليها: الإطار المرجعي، البناء الحجاجي للنص، الأساليب الاستدلالية، الجهاز المفاهيمي، ثم الأساليب ومظاهر التساق. ويأتي التحليل على هذا النحو أعزائي التلاميذ. الملاحظ من خلال المستويات السابقة أن الناقد استند في دراسة البيتين الشعريين للشاعر كعب بن سعد الغنوي إلى إطار مرجعي يتحدد أساساً في التحليل البنيوي الذي يتعامل مع النص الأدبي باعتباره بنية مغلقة، وبالتالي فقد حدد الناقد إطاره المرجعي. وكذلك من خلال تحليل المستويات التي كشفت عن مختلف التعالقات الرابطة بين عناصر العمل الأدبي، وقد سلك الناقد في طرح هذه الأفكار ومعالجتها مسلكا استنباطيا حجاجيا. ما معنى مسلكا استنباطيا أعزائي التلاميذ؟ أي أن الناقد انطلق من الإطار العام إلى الإطار الخاص، انطلق فيه. ويجب أن تبرر ما معنى استنباطي، لا يكتفي التلميذ بقول أن الناقد سلك مسلكا استنباطيا حجاجيا، يجب أن تكمل الجواب بتعليل ما معنى منهج استنباطي، حيث انطلق فيه من الكشف عن الإطار النقدي المتبع في عملية التحليل ألا وهو النقد البنيوي، ثم بعد ذلك انتقل إلى مستويات هذا التحليل وهي المستوى التركيبي، الصرفي، المعجمي، ثم الرمزي، إلى جانب توسله مجموعة من الأساليب الاستدلالية. بعد أن تنتهي عزيزي التلميذ من ذكر البناء الحجاجي للنص، يجب أن تنتقل إلى استخراج أو الوقوف على الأساليب التي وظفها الناقد وقد كانت متنوعة في النص قيد الامتحان، مثل التأكيد، ويجب أن تمثل لكل أسلوب بمثال من النص. إن أول أسلوب المقارنة بين قوسين، أما عجز البيت الثاني فأما تدل على أن الناقد وظف أسلوب المقارنة. الاستنتاج مثل عبارة وبالتالي نقف على، الإضراب بل تعكس معاني القوة، وبالتالي كلها أساليب توسلها الناقد من أجل ماذا أعزائي التلاميذ؟ وظيفتها وظيفة إقناعية تساعد القارئ النص على امتثال أطروحته. كل هذه الأساليب توسلها الناقد من أجل إقناع القارئ بموضوع دراسته، وبالتالي فهي تدعم بناءه الحجاجي. وحتى على مستوى معجم النص نلاحظ أن الناقد ارتكز على جهاز مفاهيمي مستمد من حقل الدراسات اللسانية، لأننا قلنا أن الإرهاصات الأولى لظهور المنهج البنيوي هي الدراسات اللغوية اللسانية، ويجب علينا أن نوضح المرتكزات التي اعتمد عليها الناقد في هذه الدراسة. وقلنا التحليل البنيوي، نستخرج بعض العبارات لتدل على أنه تحليل بنيوي. التحليل البنيوي، وحدة تعبيرية، خصائص بنيوية، التجانس،
التقابل وحدة دلالية تفصيلا، وبالتالي عبارات تجعلنا ندعم هذا الجهاز المفاهيمي، وهو بذلك يتعامل مع متن الشعري من خلال الارتكاز على مفهوم البنية. ومفهوم البنية أعزائي التلاميذ هو جوهر النقد البنيوي للنص الأدبي، باعتبار البيتين الشعريين بنية لغوية، مؤكدا على استقلاليتهما عن مجمل الشروط والملابسات التي تحكمت في إنتاجها، كل ذلك بلغة نقدية. إذن بعد أن نستخرج الجهاز المفاهيمي، لا بأس أن نسلط الضوء على اللغة النقدية التي اعتمد عليها الناقد، وهي غالبا في النصوص النقدية أو النصوص النظرية عامة تكون لغة وصفية تحليلية تقريرية تتسم بالوضوح وبمعالجة الموضوع بطريقة مباشرة. لننتقل إلى مستوى آخر من التحليل، وهو اتساق النص وانسجامه. وهنا أنتم مطالبون أعزائي التلاميذ بتوظيف الدرس الذي اكتسبتموه في مكون اللغة، ألا وهو درس الاتساق والانسجام بطريقة سليمة. وإذا انتقلنا إلى مظاهر اتساق النص وانسجامه، فإن أول ما نسجله هو ذلك الحضور المكثف للعناصر اللغوية التي جعلت النص عبارة عن بنية متماسكة ومنسجمة، تجلت أساسا في التماسك الحاصل بين المفردات والجمل المشكلة له. وبالعودة إلى جمل النص، نجدها خاضعة لعملية بناء منظمة ومترابطة تركيبيا ودلاليا ومعجميا. وقد تحقق هذا الاتساق بواسطة مجموعة من الأدوات، منها الإحالة القبلية أعزائي التلاميذ تكون بواسطة الضمائر مثل هي، حديثه، إحالتها، أو إحالة بعدية تكون بواسطة أسماء الإشارة، هذا الموطن، ذلك أنه. كما نجد أيضا مظهر آخر للاتساق القائم على علاقة مثل التكرار، فكررت في النص عبارة تحليل بنيوي العسل أبيض، أو تراتبية العددية إن أول، أو التضام علاقة الجزء بالكل من خلال ربط الجزء بالكل. الحلم والعطاء هي قيمتين من مجموعة من القيم الإنسانية، إلى جانب توظيف أدوات الربط بواسطة الوصل، فالشاعر وقد من خلال. وبذلك جاء النص متسقا ومنسجما من حيث بنيته اللغوية والدلالية. هنا نكون قد أنهينا مرحلة التحليل من خلال احترام مجموعة من العناصر التي تطرقنا إليها المتواترة مع الإطار المرجعي. نصل أخيرا إلى مرحلة الخاتمة. مرحلة الخاتمة أعزائي التلاميذ كما سبق أن ذكرنا فيها مرحلتين، تلخيص المعطيات وإبداء الرأي الشخصي، وختاما نخلص إلى القول. فصيلة، إذا الناقد حسين الواد قام بتطبيق المنهج البنيوي على بيتين شعريين للشاعر كعب بن سعد الغنوي، محاولا تتبع مستوايا التحليل البنيوي من أجل الكشف عن بنية التقابل في اللغة الشعرية باعتبارها نسقا لغويا مستقلا ومتكاملا، ومعتمدا على منهج استنباطي تدرج فيه من تأطير عام لمنهج تحليله إلى التفصيل في مستوياته، كل ذلك بلغة نقدية تقريرية زاخرة أي مليئة بمصطلحات بنيوية، وفق مجموعة من أدوات الربط التي ضمنت للنص اتساقه وانسجامه. وبالتالي يبدو أن الناقد نجح إلى حد كبير في تجسيد خصائص المنهج البنيوي في نصه من خلال استثمار العديد من المفاهيم والمصطلحات البنيوية. وبذلك أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا تحليلنا المنهجي لهذا النص التطبيقي في مكون النصوص في مجزوءة مناهج النقدية، وأتمنى أن يكون هذا التحليل كان واضحا، على أمل اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.